أمس تحدثنا إذا بتتذكروا عن خبر مؤسف تعيس أيضا تحدث السياسة الإسرائيلية، موضوع هدم قاعة أفراح في باقة. قاعة أفراح كانت حتى قبل ساعات تحوي المناسبات السعيدة، ولكن خفافيش الظلام بحجة البناء غير المرخص، لأن الدولة إسرائيل لا تريد ترخيص في البلدات العربية. قامت أمس بعمل شنيع قبل ساعة الفجر بقليل وهدمت إحدى قاعات الأفراح هناك. للحديث عن هذا الموضوع أكثر معي عبر الهاتف صاحب القاعة المهدومة الأستاذ محمد خشان. يعطيك العافية أخي محمد. أهلاً بك، صباح الخير. يا أخي محمد، أولاً هل كان هناك يعني تهديد أو توجهات لكم بأن تهدموا القاعة بكلتا يديكم قبل أن يتدخلوا هم؟ لا والله ما قلناش احنا بأيات وركت إنه نهد بيدينا، احنا فوجئنا في هذا الخبر. احنا فوجئنا في هذا الخبر إنه بهدم القاعة. يعني ما كانش في توجهات بتقول منهم انه عليكم الترخيص او الهدم، يعني كل الاجراءات اللي تؤخذ عاده قبل اي عمليه هدم لم تتم كامله في حاله القاعه هذه؟ احنا قدمنا في السنه في بكينا بالمحكمه الشلوم، اعطونا ثبت انه منطقه زراعيه، ولكن في المركز قامت بلدية جات بتقديم وزارة التعفية مرحبة لوزارة الجلسة، وقدمنا برضو استئناف للمحكمة العدل العليا على القرار هذا. يعني تفاجئنا في هذا الشيء في قرار الهدم. للتوضيح للمشاهدين واللي عم بسمعوا، عمليا الهدم تم قبل أن تأتي محكمة العدل العليا، أم أن المحكمة العليا أيضا قالت بأن هذا البناء غير قانوني؟ المحكمة العدل العليا ما قالت أيضا البناء ما هو قانوني، تم الهدم قبل قرار المحكمة العدل العليا. إذا بتحدثني بس عن القاعة، قديش اشتغلت وقت، كم عائلة كانت تعيل، يعني بعض التفاصيل عشان لعله نقرب للمشاهد حجم الموبقة اللي ارتكبتها القوات الهدم الإسرائيلية. القاعة كانت أول سنة لنا بالشغل، القاعة من موقع حلو، القاعة كانت تقبل من كل كرة باكنة وزمر وجاب والمنطقة اللي بديها كرة باكنة. القاعة اشتغلت من شهر 4 وما كان ولا أي شيء. القاعة تشتغل وبتمول عائلات، برضو عائلات في باكة الغربية اللي احنا بنكون بها عائلات مصورة. نعم، القاعة اشتغلت بس هاي الفترة، احنا ما اخذنا قرار ولا أي شيء. احنا فوجئنا بالناس اللي تقدم هذا، وبرضه فوجئ رئيس جت محمد الطاهر وتد بهذا القرار بهذا الهدم. وصلكم مخالف استاذ محمد بانه عليكم دفع مثلا تكاليف الهدم او ما الى ذلك، ولا لم نصل الى هذه المرحله بعد؟ بعد موت تكاليف الهدم، اما اللي كان قوات كبيره من حرس الحدود وقوات خاصه طيارتين تابعات لشرطة إسرائيل، الجرافات كانت بإحدى حوالي 10 جرافات، قوات خاصة من الجنود المقنعين بالخيل، وحدة خاصة مع الكلاب، قوات رهيبة رهيبة كانت اقتحمت البلدة. وقاموا بإخراج الأدوات، أدوات المطبخ، الكراسي، الطاولات من القاعة، أم هدموا القاعة على ما فيها؟ هدموا القاعة على ما فيها، ما عاطوا ولا أيات لإيش من أيات القاعة. ولما وصلتوا كان الهدم صار مبلش عمليا وطلبتوا منهم إخراج هاي الأشياء، ولا وصلتوا الأمور كانت تقريبا منتهية؟ وصلنا إحنا وكان هذا الاشي منت صلنا لا بكى مش منت طلب منه نقدم ولا خلف ولا اي شب منا يمكن ولا اي غرض قدم الاغراض على ما فيها. وللاسف الشديد انه
بيحكي معنا، بيحكي مع الضابط في كتين وادي عارة، بيرشدني هذا الاشي بكل بعد ما خلصوا الهدم عندي، بكل احنا اليوم خلصنا هدم القاعة عندك، ولكن لمحارات نحن حقوقين لمشباحة فكرة بباكة الغربية اللي هي هدم خمس دور عائلات، لخمس عائلات بباكة الغربية. نعم استاذ محمد، بقول ما هذا الكلام ما يليق لك، يعني واضح حتى تنبط لا الباكة انه قاعدين بدهم يقيموا افضل شيء. استاذ محمد خشان صاحب القاعة، هل لديك تقديرات قدرتم حتى الان ما هي الخسائر التي نجمت عن هذه العملة الشنيعة؟ العملة الشنيعة القاعة كانت تكلفتها 1,600,000 شيكل، كان هذه القاعة ذات مليها تقريبا. تقريبا حتى الشجر كل شيء الشجر كله. الأستاذ محمد خشان صاحب القاعة المهدومة في باكا، شكرا جزيلا لك.